الاكس تقدر في خرافات الاشياء هذه تقدر لازم يكون في كنز. اه ماي او ماي اوه اقلع شكله اوه اوه ديم كم فايت تبي تقول لا وات هلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبادي الزهير في حلقة جديدة ودعم لكم الدعم الاسطوري قد تقدم الهيكة طبقكم اذهب في عافية جزيكم يا شباب يا حلوين انتو على الدعم الاسطوري قد تحقات ماطي واسف على السهب اللي طار تقريبا الاسبوع صراحة من بيدي كانت اي بالضبط يلا نلعب كاستم ماب قبل ذا كله كل واحد يضغط لايك كومنتات وابي ابي كومنتات ابي تفجير ذا المقطع واذا عنده اي كاستم ماب حابب نلعب مع بعض راح نلعبه اليوم لكم كاستم ماب اسمه Unknown Lands الجزر الغير معروفة تقريبا بس قريت عن الماب تقريبا شيء بسيط يعني ما شفت فيديو عنه ولا شيء فراح نكون استكشافي الماب ويلا نبدا رسمونا في مكان هنا تقدر لازم ننام ان شاء الله في ليل عشان نقدر ننام ولا ما في ليل اوكي حلو صحينا صباح الخير صباح الله كيف شكل هذي اخطبوطات بغاء سطوة بغاء تقدر نحن في جزيرة هلا هلا ابوي هلا بالبغاء طبعا تحديث الماب على 1/12 اللي حاب يلعب راح الاقي رابطه في الديسكربشن ان شاء الله اذا باذن الله اوكي هو القصة غيروها عشان هذول كريسمس وذول اللي قصتهم ذولي اوكي ايش اوه السور مغيرين طبعا شو اسمه ال شو اسمه الكاستم ماب عنده سباك خاص هو اللي يحمل لك اياه بالحاله اوكي هنا عندك لا يا ساتر يا ساتر شوفوا شوفوا كيف لا ليش ليش ماي فريند هاي كلب يقطع ام السلاح شوفوا كيف لا مسدسات ومدري ايش يا ساتر يمكن ابي ناخذ كل البو وناخذ ذولي بعد خلي كم واحد خلي مثلا ذولي انا ايش عندك هنا اوه بيض بيض وين البيض كمان شوي ما قلنا بسم الله رمى البيض في البحر طاطس حلو خبز جميل سمك هذا ايش هذا ماي بس ماشي حلو ايش كاتب لنا فرانك ذا مين مدري ايش اوف ذا ذس او ايش فيني ام انا فرانك ذا مين ميشنست اوف ذا شيب از دامجد ريبير ريبير از ريكوايرد should we stay here انا اعتقد انه قاعد يقول لي شيء خربان في ال شيء خربان في في السفينه تقريبا يبينا صالحه قال هل لازم نضل هنا اوكي قال لي اوكي وير انا قلت له where's the petrol i want to study the island go along the path تقدر قال لي لازم ندرس ال تقدر رميت سفينه يب تقول لي لازم ندرس الجزيره قلت ابغى اخذ لي صور هذا دجاج اخبارك عليك اليوم اوكي هناك في بعد سفينه مثل سفينه اوه ثواني شايف مني ما في شيء انا هنا في ببغاءات وين والله ما ادري وين لكن سامع صوت ببغاءات اوه من هذا بيترو هذا بيترو بيترو شكل ذا معنى يمكن اوكي what did a petro find interesting شاف ذي شاف ذا music disc there is nothing excited for the old record ما في شيء يحمس كله nothing too excited اوكي اوه شو هذا في شيء فوق
ببغاء ايش ذولي؟ اه مين ذولي؟ اوكي ها مين ذولي؟ تغطي تغطي ورا تغطي كيف نفتبه بالبو مو بالبو كفو قتلناها يا ساتر اه في سبونرات وشت هناك في اشياء وهذه قريتهم ديم في شيء السلام عليكم اوف اسله يا ساتر هذه من فيها ودراكس هلا اطلع نسرق نسرق قريتهم هنا في جسم سبونر ايش هي في شيء والله عليهم اصوات والله كهوة مو مرة قوية يعني بطبتين يموتوا هناك الفوت وإذا صوتهم غير زومبي عادي أوه والله يخرش بليساك ما أدري خرجت لكن مين هذا أكما أوكي هاي هوز هو أر يو ما أدري إيش كنت تتكلم أوكي سترايك ذا جيرل هاز جرون فايند ذا توتم اكسايتنج وذا اوكي تقدر انه يبي التوتم قاعد يدور على التوتم يقول يبا تقدر يحتاج انه يدور على التوتم يا نحاول مش كذول يقدر يصفون يا شيء ندور في القرية دخلنا عليه طفي النار حلو حلو يا ساتر طحنا على بيضة ما اطلع دجاج زين خلنا نستكشف حاليا نظام الكاس ماب شوي غامض يعني ما قاعد يعطيك ما قاعد يعطيك ايش امي الضربات قاعد تجيني ما قاعد يعطيك كلام كامل يعني اوكي اوه شيت ماب 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 في ماب حركات ولا برزمارين ما ادري ايش ذول لكن خلنا ناخذهم الحين الزموني في يوم من الايام اوكي مين ذولا ذول بعد ناس قراصنة بعد اه اوماي اوماي اوه اقلع شكله واللي طلع عمره وقسم بالله خرج شكلي يا شباب انا فاتح خريطه كذا ابي اشوفه ولا يطلع بوجهي الله يقلع بليزو طب خلينا نشوف الخريطة اوكي اوه هنا شوف شوف في مكان الاكس اللي هنا خلينا نروح له شكل قريب مو مرة بعيد قريب هذا وصلنا له اعتقد هنا في شيء هنا خلينا نشوفه بطريقنا خلينا نشوفه بطريقنا يا بوي ندخل ولا طرق مكسر شوف كيف يا ساتر اوكي هو في اسم في اسم في اسم في, في اسم سايمون سايمون هذا اخوينا اعتقد ولا سايمون ما مسك الباب احس اني بنحاش اوه يعطينا شيء دقيقه عند لعب مطبوخ عند لعب مطبوخ حط عند لعب نزل يسوي ترند بشيء ما ادري هاد اخذها ولا ما اخذها ممكن نحتاج اعطوني اياها ممكن نحتاج مو عبث حاطه كذا اوكي قال لي هاي سامون هاف ذير فاند هاو ار يو افتر 10 مينيت اوف توكينج سايمونز something I lost the record you did not find it I can change it for your comparator يا ضيع الريكورد اللي اعطاني اياه شو اسمه قال تبدل اياها في الكمبيوتر فما ادري يمكن احتاج الكمبيوتر بعدين اخذت الكمبيوتر فلا ننسى حطينا فود هناك لا ننسى بس انه اخذنا شيء ثاني اخذنا فود ثاني لا احسن اوكي نرجع الخريطه حقتنا بس خلنا ناكل اول شيء نرجع الخريطه حقتنا نشوف اوكي وين الاكس اوكي 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 قربنا اوكي وصلنا الاكس يا شباب هذا الاكس تقدر في خرافات الاشياء هذه تقدر لازم يكون في كنز اوه
لقينا التوتم يا شباب، لقينا التوتم، لقينا التوتم هذه اللي كان فيها ذاك. اوكي خليط طعم الفلة ثواني. اوديب اوكي لقينا الخريطة، لقينا التوتم اللي كان يبيه هذاك الزعيم، ولا التوتم مغيرين شكلها. فخلنا نرجع لعند هذاك ايش كان اسمه الزعيم، والله ما ادري ايش كان اسمه. زبد انه خلنا نعطيه التوتم. نشوف يا رب يعطينا كذا تخيط دائما، تخيط امرض يقطع ام الفله كذا النطره، بس ما ادري ايش يسوي فيها هنا. المشكله سكان القريه قاعد يذبحوني، قاعد يهاجموني يعني، معليش يعني صاحب القريه وين ذا؟ مو هنا تقدر نبدا المكان اعتقد عند الببغاء. جميل هلا والله جبت لك التوتم. اوه طب ايش هذا؟ كرون، نجيب الكرون. طيب انا نجيب الكرون انا. طيب ليش لا يكون في شيء ثاني يا شباب؟ ما ادري احس في شيء ثاني في هذا، او في شيء ثاني شايفينه تحت هناك، هناك تقريبا صاير. فقبل ذاك خلنا نشيك لا يكون في شيء ثاني انا ما انتبهت عليه. انه يبي هذا او يبي كراون اللي هو التاج، ما ادري من نجيب له التاج اصلا. ابدا هذا ايش مكسر هذا؟ طب ما حط له هذا ايش اسوي انا؟ طيب تقدر ذاك المكان اللي قلت لكم عليه هناك، هناك تقريبا. خلنا نمشي على شاطئ البحر لا ما نوصل له قريب، مو مرة. هو كويس ان الاماكن قريبة على بعضها، فهمت علي؟ وهذا هو ذا، لا هذا غير، هذا ما شو اسمه بينكسره. اوكي لا لا لحق 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 اعطيه بال 60 العب. وقتنا اوكي حاليا اللي ناقصنا هو كرون، فما ادري من نجيبه حاليا. فهذا الشيء اللي لاحسني تقريبا. خلطيها فرة لعل اسف في شيء. طيب لو فتحنا المين ماب ايش في اماكن؟ عندك ذا المكان رحنا له، احنا عند الكنز. هنا في مكان رحنا له اعتقد. ايش بعد؟ بس تقريبا هنا في مكانين. يبغالي افتل مره الجزيرة مو مره كبيره يعني، ذاك الكبر عشان اضيع فيها. بس قبل ذا كله بروح عند اللي هو ايش كان ذا اسمه اخوينا ذا هنا، باخذ فوت حقي، وبنفس الوقت ابي اشوف يمكن هو يسوي تريد بشيء ما تدرون. لانه هو اول واحد سوى تريد معي يعني، سوى تريد معه، فممكن اللي يسوي نشوف نحاول ممكن يسوي تريد معي، عنده شيء يسوي فيه تريد الكراون شيء مني منك. اوكي لا ما ابي بهذي. لا 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 ما اريد هذا الاشياء. اخرني سايمون، اخرني سايمون. عندك للطقع انت، تعال فود يا حقي، تعال 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 ابي الفود حقي. يعطيك العافية، يبي سمك حط سمك انت قاعد تطبخ ما بينا حلالك. اوكي الحين خلنا نتلفلف نتلفلف نلفلف حول المنطقة. خلنا نفتح خريطة، شكل الخريطة ما قاعد تبين لي اشياء كثيرة. وفيك وش هذا؟ لا يا ساتر فينا شيء، ما ادري ايش كوماند بلوك، ما ادري كسره، ما ادري شكله بق من الكستم ماب نفسه ولا ما ادري. هذا موزع بكل الماب، ما ادري ايش وضعه. اوه هنا في شيء. اوه شت هذا اللي رسم علي بس. اوكي خلنا نروح عنده. اسمه ما ادري ايش اسمه، الارناردو. اوكي اي ام ا شيب انجينير، ما ادري ايش باج ما، بس اي نيد سم ديتيلز ويل يو برينج ات. ما ادري ايش هذا، اكسشينج ويز اليخاندرو. اليخاندرو 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 وين؟
فاينل مشي ايش اعتقد هذه عندنا اللي هي وينها هذه هي. بس يبغينا ناخذ الهبر من هو القائد المدينه عرفتوه، وبعدين يدينا شو اسمه يدينا بذاك الوقت ان ناخذ الشيء منه هذا. والله المشكله ما قاعد نجيب للتاج ذا، هذه المشكله هنا ما في شيء. شيء طيب خلنا نروح عند اخوي نرجع له انه طلب منه شيء، ولو لبيت له يا وسحبت عليه هو لبيت له سحبت عليه يعني طلب منه شيء صراحه ما اذكره. خلنا نرجع لعله وعسى يعني. حسبت ذاك تشست. اوكي خلنا نرجع له. إذا حرق القط جست كذا مني مناك ما لمحت ولا جست. كذا طبينا في الماي. حلو. أو في شيء فوق اللي هذا خلينا نشوفه. هلو. The main machines of the ship is damaged. The repair it. أوكي عرفت كيف. طلب منا اللي هي شو اسمه. الشي حق القارب وذاك نجيب من ذاك اللي هناك عرفتوه. ديم اوكي بس خلنا نرجع بس نلاقي طب نلاقي شيء اقل. اوكي تقدر هي اللي توجه القارب خربانة متعطلة عندنا فيا ما في شيء هنا ما في شيء الباب. خلنا نرجع نلفلف. اوكي ايش المكان اللي ما رحنا له؟ عندك هذا المكان تقدر ما رحنا له. هذا مكان بترول يا بدا ما رحنا له. خلينا نروح اوكي خلينا نروح لذاك المكان اللي في المينيما بحط عليه اشاره. لذاك المكان الوحيد اللي ما رحنا له اعتقد تقدر لازم نلاقي الكرون عنده اللي هو التاج. يعني نمضي قدما. بترول طب بترول عنده شيء بترول طيب واحد ثاني ما ابي شبي فيه انا شبي فيه يا ادمي. وين نروح وين نروح هنا. اوه انا في شيء تمام تمام انا في شيء ادخله. اوكي بس كذا. يا ساتر كرسي الملك قول ثواني هو يمكن انا اخذ الكرون. ديم كم فايت تبي تقول لا وات ايش هذا ديم يا رجل بوكس كذا طاري بوكس طير اهلي ملاش. ديم والله تقدر ما بيطول يا شباب لازم نروح نشتري دروع ومدري ايش نقتل هذول اللي يرسبنون عشان نشتري دروع ومدري ايش. خلنا نحاول نضربه في البو. اعتقد لازم ناخذ ال هذا سبحانك القري من القري مو قري لازم ناخذ ال اوكي هذا جاني شباب مشكلة بطيء. نحن ندفع بالبو ما يوصلنا. يوصل مشكلة ما قاعد يرجع لورا. قتلنا ولا اعطانا شو اسمه الكران كفو. والله يا رجل اقسم بالله تو بوكس انا الملك يا بوي. كان انا بدي نفسه انا الملك بس والله شكله موق. انا الملك يا بوي وخر عني الحين نبي دروع ما ادري ايش نضبط نفسنا. والله شوف بوكس كذا مو بوكس يعني شوفه قوي مره لكن في البو ما لمست ولا لمسه
وفي البو في المسدس حقي بوم كذا. الحين نرجع للملك عشان ناخذ الهوبر حقه، بدنا نروح لهناك ذاك اللي هناك عشان ناخذ الآلة او الشيء اللي راح يساعدنا عشان ننحاش او نرجع للبحر. هنا سفينة قراصنة. اوكي وين كان حقه ذا؟ وينه يب هنا تكت. هذا هو، امسك يا بوي امسك. هذا في زنبي وراي، قد قيضنا معه. اسلخوا تخيضنا معه، عطانا الشيء الهوبر. الحين راح نروح نتخيض. وينها الهوبر والريدستون كومبراتور؟ يا سلام ضبطناها، يقطع عم الفله. اوكي وين كان الاوكي؟ هناك كان هناك. يب اذكر نقيض معه، بنروح نرجع لشو اسمه، نرجع لسفينتنا. يا سلام خلاص نحلق، نروح سفينة قراصنة حقت لوفي، خلاص حق لوفي سفينة قراصنة. خلاص اوكي الو. اوكي خلنا نعطيه ذا فاينل. جبناها يا بوي، جبناها. هذه صرنا ساعة عليه هذه الفيديو. يا ساتر علي. اوكي الحين نرجع للقرصان حقنا، قرصان وزبدنا حق قاربنا عشان نعطيه هذا الشيء عشان نحاس نفلم من نحاش. فيلا يلا خلنا نروح، خلاص حفظنا الماب من كثر ما لفلفنا فيه يا رجل. اوكي اخوي جبنا لك كل هذا، الحين بنحاش خلاص، نبي نروح اهالينا، نبي نروح نفلم. يلا مشينا بس امسك. Take this man. طب امسك. Frank. يقول لي وين ساتلاند جرينج الباث. اوكي wait. اوكي هذا وين لازم نحطه بالضبط؟ تقدر نحطه فوق ولا؟ اوكي سويناها. اللي اخيرا يا ابوي. اعتقد كذا الكستم اب خلص. ايش اسمه؟ حلو الكستم اب، بسيط وحلو. فاعتقد كذا الكستم اب خلص. خلصنا يا فرانك خلصنا. لا انا ببغى راسي بس، ابيني في راسي بس. فاعتقد هذه كانت الحلقه. اذا عندكم كستم اب تبون كستم اب الثانيه، اذا عندكم اي كستم اب تبون نلعب مع بعض قولوا لي. وش اسمه كان هذه كانت الحلقه. اذا حاب احد يلعب الكستم اب ان شاء الله ما انسى احط الكستم اب بالدسكربشن. كان معكم قرع عبادي، نشوف الحلقه الجاي في امان الله.